أشهر لوحة فنية في التاريخ. يسافر الناس من جميع أنحاء العالم لرؤيتها، وسبب شهرتها ما يزال مجهول إلى اليوم، حتى هويتها غامضة وغير مؤكدة. الموناليزا، اللوحة الأكثر جدلاً وغموضاً. كيف اكتسبت شهرتها؟ وكيف تحولت من لوحة مهمشة إلى أهم وأغلى لوحة في العالم؟ تنظر إليك في أي مكان توقف فيه، وتختلف حالتها حسب مزاجك. إذا كنت سعيد بتشوفها سعيدة، والعكس صحيح. ولكن من هي الموناليزا؟ هل هي امرأة حقيقية أم رسمة من خيال دافنشي؟ أم إنها لوحة بورتري للسيدة ليزا جيوكوندو؟ أم هي عشيقة السياسي جوليانو دي ميديتشي؟ والنظرية الأغرب إن دافنشي رسم نفسه ولكن بملامح أنثوية. بداية، لم تكن اللوحة تحظى بهذا القدر الضخم من الاهتمام اللي تحظى به اليوم، حيث كانت معلقة على جدار في صالون كاريه بمتحف اللوفر، وعن يمينها كانت لوحة حفل العشاء بمنزل سيمون الفريسي، وعلى الجانب الآخر لوحة خطبة القديسة كاثرين، حتى صباح يوم 21 أغسطس من عام 1911، حين ارتكب فينشينزو بيروجي ما سمي بأعظم سرقة فنية في القرن العشرين. فبحسب اعترافه للشرطة في فلورنسا بعد اعتقاله، دخل بيروجي العامل السابق بمتحف اللوفر من الباب اللي كان مخصص للعمال في المتحف، وارتدى بدلة من لباس موظفي المتحف ليصعب تمييزه عن العمال الآخرين. وفي غفلة منهم، وبينما كان صالون كاريه خالياً من الرواد والعمال، رفع اللوحة عن المسامير الحديدية الأربعة اللي ثبتها، وأخذها إلى مكتب خدمة قريب، وهناك أزال الإطار وببساطة نزع ثوبه ولفه حول اللوحة ووضعها تحت ذراعه وغادر المتحف. أخفى بيروجي اللوحة في منزله لمدة سنتين، ثم عاد بعدها إلى إيطاليا يحملها ككنز ضخم، وهناك احتفظ بها في شقته في فلورنسا بإيطاليا لبعض الوقت، حتى نفذ صبره في النهاية واتصل بماريو فراتيلي صاحب معرض فني في فلورنسا، واللي استدعى جيوفاني بوتشي مدير معرض أوفيزي الإيطالي اللي صدق على أن اللوحة أصلية. وقام بوجي وفراتيلي بعد أخذ اللوحة بإبلاغ الشرطة اللي اعتقلت بيروجي من منزله. ما تخيلت الموناليزا أن سرقتها هي بتكون السبب في تسليط الأضواء عليها وشهرتها إلى هذا القدر، بحيث أنها ما كانت معروفة ومشهورة من قبل أن يسرقها فينشينزو. وبعد استعادة اللوحة عرضت في جميع أنحاء إيطاليا، وتغنت جميع الصحف الإيطالية بعودة الموناليزا إلى موطنها الأصلي. وما أن وصلت الأخبار إلى الفرنسيين حتى ثارت ثورتهم، وهددت الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا بحجة أن الموناليزا اللي رسمها دافنشي الإيطالي هي إرث فرنسي قومي، لأنها كانت ملكاً للملك فرانسوا الأول، واتبعت ملكيتها بين ملوك فرنسا حتى صارت ملكاً للجمهورية الفرنسية. أعيدت لوحة الموناليزا إلى متحف اللوفر سنة 1913، وتلقت شهرة واسعة إعلامياً، وساعدت تحقيقات الشرطة في زيادة شهرة الموناليزا عالمياً، ما دفع الناس للتوافد بالملايين إلى اللوفر لمشاهدة الموناليزا ولو لثواني معدودة. وفي عام 2014 خصص متحف اللوفر للزوار مدة 30 ثانية لمطالعة الموناليزا عن قرب، وعند عرض اللوحة في أمريكا زارها نحو 1.7 مليون شخص لإلقاء نظرة سريعة لم تتعدى 20 ثانية لكل شخص فقط. تم تقييم سعر اللوحة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي لتأمينها، ليتم تعديل قيمتها لاحقاً وتصل إلى 800 مليون دولار، الأمر اللي حولها إلى أغلى لوحة فنية في العالم. ومن شدة خوف السلطات الفرنسية عليها، يعتقد بأن اللوحة المعروضة في متحف اللوفر ليست هي اللوحة الأصلية، بل نسخة تبقى الأصل منها، وذلك لحمايتها في حال حاول أحدهم سرقتها أو تشويهها. كانت هذه هي قصة الموناليزا، اللوحة التي لم تحدد هوية بطلتها إلى اليوم، واللي تحولت إلى أشهر لوحة فنية في العالم بعد أن تمت سرقتها. شاركوا قصة الموناليزا مع أصدقائكم وخبرونا هل شاهدتوها من قبل عن قرب أو لا، وبرأيكم هل تستحق أنها تكون أغلى لوحة فنية في العالم؟